ومثل ما تعودنا كل نهار سبت نروح للأستاذ حسان الجردي لنعرف أكثر كيف حيكون طقسنا ضمن هذا الأسبوع كونه نحن ببداية الأسبوع. أستاذ حسان صباح الخير، سعد صباحك. صباح الخيرات، سعد صباحك. يا هلا يا هلا. خبرنا اليوم أستاذ حسان، يعني اليوم أخبار كثير على مواقع التواصل الاجتماعي وفي تخوف من الناس، خبرنا كيف حيكون الوضع ضمن الأسبوع القادم؟ تكرم عينك. بالنسبة للحالة الجوية خلال 24 ساعة القادمة وفكرة عن حالة الطقس خلال هيدا الأسبوع، هلأ بشكل عام عم تبقى البلاد تحت تأثير امتداد المنخفض الموسمي الهندي الصيفي اللي عم يترافق بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا. الأجواء الصيفية العادية بتضل هي سيدة الموقف لليوم، وعلى الرغم من انه درجات الحرارة راح تميل للارتفاع من اليوم بأغلب المناطق والارتفاع راح يكون طفيف، بس تضل درجات الحرارة حول المعدل او اعلى من معدلاتها بقليل لمثل هذه الفترة من السنة. الأجواء الصيفية العادية الصحوة بشكل عام هي سيدة الموقف إلى اليوم، إلى أجواء غائمة جزئيا بالمنطقة الساحلية والأجزاء الشمالية الغربية من البلاد، مع فرصة خفيفة لهطل زحخات محلية ضعيفة من المطر، عشوائية الحدوث بالمنطقة الساحلية وأجزاء من المنطقة الشمالية الغربية. الأجواء السديمية المغبرة تبقى مستمرة وموجودة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبالية. هلأ من نهار بكرة حتى نهاية الأسبوع رح تستمر درجات الحرارة بالارتفاع بشكل تدريجي ومستمر لحتى تكون أعلى من معدلات نهار بكرة بنحو 2-4 درجات مئوية بمختلف المناطق والمدن السورية، والأجواء رح تكون حارة نسبيا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، وأجواء حارة وسديمية مغبرة بالمناطق الشرقية والجزيرة والبادية السورية. لذروة الارتفاع بدرجات الحرارة نتيجة الارتفاع اللي بده يكون بشكل تدريجي ومستمر وبيضل معنا حتى نهاية هيدا الأسبوع، تكون بالنسبة للعاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية نهار بكرة وبعد بكرة بتبلغ على درجة ارتفاع، وبتضل درجات الحرارة بهيدا الحد أيام الثلاثاء والأربعاء، ما في تغيير عليها درجات الحرارة، ولكن لن تتجاوز الحرارة بالعاصمة دمشق 39 درجة. هلأ المعدل لها خلال هيدا الأيام بشهر آب 36، يعني رغم الارتفاع اللي بدنا نعيشه خلال هيدي الفترة والحرارات اللي بدها ترتفع بشكل تدريجي ما بتتجاوز درجات الحرارة بالعاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية 39 درجة، في حين ممكن تصل لل 44 وال 45 درجة بالمناطق الشرقية وبالجزيرة وبأجزاء من الشمال الشرقي. هلأ نهاية الأسبوع من منتصف الأسبوع حتى نهايته راح تكون بشكل عام أجواء حارة مع ظهور بعض السحب المتفرقة وأجواء سديمية مغبرة وشديدة الحرارة بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية بالشمال الشرقي. الرياح بشكل عام عم تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، مع هبات نشطة عم تتجاوز سرعة الهبات ببعض الأحيان 55 كيلومتر بالساعة. الهبات نشاط فيها عم يكون على فترات، تحديدا خلال ساعات بعض الظهر والمساء بتصير الغبار بالمناطق الداخلية، وأكثر المناطق عم يكون فيها نشاط بالهبات الشرقية الوسطى الجنوبية أجزاء من الشمال الغربي والمرتفعات الساحلية. هلا بالليل بشكل عام عم تكون الأجواء معتدلة وعم تكون الأجواء لطيفة وأكثر انتعاشا بالمرتفعات الجنوبية بالمرتفعات الساحلية، خصوصا مع توفر عنصر الرطوبة العالي والرياح الغربية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الوسطى والقلمون والمرتفعات الساحلية. البحر عم يبقى خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة مياه البحر عم تكون 28 درجة مئوية. يعني التغيرات طفيفة على الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع، والتغير فقط عم يكون بعنصر درجة الحرارة. بشكل عام الحرارات رح تكون أعلى من المعدل خلال هذا الأسبوع اعتبارا من نهار بكرة نهايته. الماكسيموم رح يكون إلى أعلى درجات حرارة بين 3-5 درجات مئوية، والزحمة تختلف من منطقة إلى أخرى. العاصمة دمشق وبعض المناطق الداخلية رح تكون ذروة الارتفاع فيها نهار الأحد الاثنين، بينما المناطق الشرقية الجزيرة الشمال الشرقي ذروة الارتفاع رح يكون نهار الثلاثاء والأربعاء. هلا دائما خلال هيدي الفترة وبالأجواء الحارة وفصل الصيف ومركزية فصل الصيف يبقى التركيز الأهم بالنسبة للتحذيرات والنصائح خلال فصل الصيف بشكل اعتيادي على إشعال النار في الغابات في المناطق الحراجية بالأراضي الزراعية، والانتباه قدر الإمكان إلى هيدا الموضوع عند حدوث أي حريق لا قدر الله الاتصال بالجهات المختصة مباشرة، عدم التعرض لأشعة الشمس بشكل مباشر خلال ساعات الذروة. أكثر الفئات العمرية تأثرا بالحرارة وارتفاع الحرارة هو كبار السن والأطفال، وشرب كميات كافية من المياه إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي بالأجواء السديمية المغبرة بالرطوبة العالية، اتخاذ أساليب الحيطة والحجر.
هلا الرطوبة العارية حتكون موجودة بالمناطق الساحلية بالأجزاء الغربية من البلاد وممكن تصل ل 90% ببعض الأحيان، بينما عم تكون أقل ما يمكن بالأجزاء الشرقية من القطر. وهيدي الرطوبة عم يكون لها تأثير كثير كبير خلال النهار، عم يخلينا نشعر بدرجات حرارة أكثر مما هي بالواقع، بينما خلال ساعات الليل عم تكون الرطوبة إلى دور إيجابي تحديدا مع الرياح الغربية، وعم يكون إلى دور تجعل الأجواء معتدلة وأكثر لطافة وانتعاشا. بينما درجات الحرارة المتوقعة لليوم بدءا من العاصمة دمشق 37-22، القنيطرة 30-21، القلمون المرتفعات الجبلية 29-21، درعا 35-22، السويداء 31-21، المنطقة الوسطى حمص 32-22، حماة 37-22، منطقة الجزيرة محافظة الحسكية 41-27، الساحل السوري اللاذقية وطرطوس 30-27، بالشمال حلب 38-24، إدلب 35-23، دير الزور رقة البوكمال المنطقة الشرقية 42-28، بالبادية السورية مدينة تدمر 38، عم تنخفض خلال ساعات التبريد الأعظمي مع ساعات الصباح الباكر إلى 25 درجة مئوية. هيدا كل شيء بالنسبة للأحوال الجوية، بنتمنى السلامة والأمان للجميع.